مفهوم؟ لا. قال لزوجتي سفر، قال اسمعي لنا قهوة. قالت والله تعبان ما استطيع. قال انت ناشز صح؟ لا، النشوز هو العصيان المطلق، مثل ما كان يقول عندنا في الربيع العربي ايش؟ الشعب يريد اسقاط النظام، مفهوم؟ هذا النشوز، يعني ايش؟ عصيان كامل، لا شاهي لا قهوه لا فراش لا شيء، لا اسمع لك يا سفر، مفهوم؟ اما مره مرتين دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اهله، قال هل عندكم من طعام؟ قال لا، قال اني صائم، مفهوم؟ اذا ليس كل مساله يا سفر تحطها نشوز وتسوي من الحبه ايش؟ كب. طيب المهم سفر مرت لله سفر، الزوجة هذه عصيان كامل كامل، تريد إسقاط الزوج، سفر إيش يصنع؟ إيش يصنع معه؟ طلاق؟ لا طلاق، وين يكون طلاق السفر؟ باقي عليك 5 مراحل حتى تصل للطلاق، إذا أكبر خطأ أن نصل إلى الطلاق، 5 هو المرتبة إيش؟ 5. ولهذا وضع الله سبحانه وتعالى الطلاق في يد الزوج، يد الزوجات من زمان طلقنا نحن، نعم الله سواء يعفو عنا يا رب. المهم إيش أصنع؟ إيش أصنع يا متزوجين؟ الصلح. ها؟ الصلح. لا. نعم. أنت متزوج؟ لا. الله يزوجك يا رب. يقول أول شيء يعيرها، أول شيء إيش؟ يعيرها. إيش يقول لها؟ سفر يقول لزوجته، يقول اسمعي والله الذي لا إله إلا هو، إما أن ترجعي أو والله أصنع بك وأصنع. هذا إيش؟ هذا وعد. وعيد هذا تهديد صح؟ من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعظ له. كيف يعظها؟ أرسل لها قلب مثلا رسالة في الواتساب يقول يا زوجتي الغالية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء كذا، مفهوم؟ نعم. إذا اتعظت قالت السفر خلاص انتهيت، إيش يقول؟ يقول لا، يبغالك تذكري ايش صنعتي وايش قلتي وايش كذا وايش كذا ونرجع نسأل. لا، فإن أطعنكم ها فلا تبغوا عليهن سبيل. إذا قالت يا سفر خلاص يا زوجي الغالي انتهيت، والله ما أعود، ايش يقول لها؟ يقول انتهينا خلاص، امسح الماضي، مفهوم؟ تمام، ما انتهت، يريد الشعب إسقاط سفر، ايش يصنع الان؟ ها؟ الحجر. نعم؟ الحجر. يهجرها. كيف يهجرها؟ يهجرها في الكلام. يهجرها يعني ما يكلمها 3 أيام، بعد 3 أيام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو السلام عليكم، مفهوم؟ ويهجرها في الفراش ينام في الصالة، لا. يعطيها ظهره في نفس الفراش، مفهوم؟ تمام. إذا انتهت انتهي، وإذا ما انتهت ها شوف يقول يعني بالصوت، لا العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، مفهوم؟ ضرب لكن ليس مبرح، يقول لها آخر مرة. طيب نعم، إذا انتهت ها إذا انتهت يقول انتهينا، وإذا أبت يا سلام يأتي بحكم من أهلها وحكم من أهله، لابد أن يكون الحكم اللي يأتي به السفر من أهله يعني من أقربائه، واللي تأتي به الزوجة من أهلها من أقربائه، ولا بد أن يكون ذكر، وهنا ذكر ما يصلح حكم أنثى، تمام، ذكرين، قريب لهذا قريب لهذا، تمام،
ويعرفان الأمور. إيش يعرفان الأمور؟ يعني الحكم هذا لابد أن يعرف الأشياء اللي يحصل بها إيش الفرقة والأشياء اللي ما يحصل بها الفرقة. قالت والله سفر ما اشترى لي فستان، قال أنا اشتري. ما ليس على هذا طلاق صح؟ والله سفر راح للعمرة وما أخذني، قال يأخذك ننزل الآن يأخذك للعمرة ولا إشكال صح؟ لكن يقول مثلا قال والله ما يصلي، لا ما يصلي هنا إيش كبيرة صح؟ يشرب خمر كبيرة، يصنع كذا كبيرة، مفهوم؟ إذن هذا بعد الآلة مشكلة، هذه الأمور تمشي ما تقدر.